لطالما اعتبرت أرض الإمارات أرض الطيبة وسحر التناقضات التي اجتمع فيها البحر والصحراء والواحات. تلك الأرض التي خبرت صبر أهلها ليتكيفوا مع خيراتها الشحيحة آنذاك، متغلبين على قسوة طبيعتها قبل أن تكتشف ثروة النفط. وكانوا في صراعهم مع الحياة أمام رحلتي الصيف والشتاء والتنقل بين واحتي العين وليوة، حيث الزراعة والنخيل وأفلاج المياه والبحر الذي شكل لهم مصدر رزق من خيراته ولؤلؤه. بدأت رحلة التحدي منذ آلاف السنين، منذ أن بدأوا يجرون المياه إلى أراضيهم ليقهروا الصحراء التي تشكل 70% من مساحة أبو ظبي. ولا يزال التحدي متواصلا حتى يومنا هذا الذي تزحزحت فيه الصحراء إلى الوراء أمام تقدم الواحات مع ملايين الأشجار من النخيل. إنه الرهان الصعب أمام ازدياد عدد السكان من المواطنين والوافدين. ليس غريبا أن تتضافر كل الجهود، يد المزارع بيد العالم، وأن تستغل أحدث ما توصل إليه تكنولوجيا الزراعة الحديثة للوصول إلى الحلم الأخضر الذي يضمن لنا مستقبل الاكتفاء الذاتي. شكلت ندرة الأمطار والارتفاع الكبير في درجات الحرارة وقلة الأراضي الصالحة للزراعة تحديات كثيرة للمزارعين. ولتأمين وتعزيز الأمن الغذائي استورت دولة الإمارات معظم المواد الغذائية من خارج الدولة. يبقى الهدف هو البحث عن حلول لهاي التحديات. أنا هني عشان أقابل الدكتور عبد الله خبير في عالم التربة عشان يشرح لنا أكثر. لقد فرضت هذه التحديات على دولة الإمارات مزيداً من العمل في إجراء الأبحاث والدراسات على مختلف أنواع التربة فيها لحصر الحلول الممكنة في استصلاح هذه الأراضي. دكتور، شو الصعوبات اللي واجهناها في قطاع الزراعة؟ دولة الإمارات مثلها مثل بقية المناطق الموجودة ضمن المناطق الجافة، هناك محددات للزراعة، أهمها وجود التربة الصالحة ووجود المياه والظروف المناخية. فهناك أنواع كثيرة للتربة، دولة الإمارات لديها نظام معلوماتي جيد للتربة، ولو نظرنا إلى الزراعات مناطق الزراعات التقليدية ففيها أنواع ترب محددة مصنفة ضمن نظام المعلومات. وبحكم مساحة أبو ظبي فإن نسبة عظمى من الأراضي الصالحة للزراعة هي أراضي رملية. تتمثل الصعوبات في طبيعة التربة الرملية افتقارها باختلاف أنواعها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية الجيدة أو المياه في سبيل نمو النبات بشكل جيد. لذلك وضع المركز نصب أعينه مهمة البحث عن حلول ناجعة تمكن من رفع قدرتها على احتفاظها بالمياه وتعويض النقص المستمر للعناصر الغذائية. ممكن تحسين هذه الأنواع من الترب بإضافة الكومبوست فرضاً. الكمبوست يحسن من خواص التربة ومن قدرتها على الاحتفاظ. الكمبوست هو عبارة عن شو بالضبط؟ هو عبارة عن مواد عضوية متحللة وبالإمكان تجهيزها ومتوفرة أيضا هنا في دولة الإمارات العربية. حلو، شو ممكن نضيف عليه بعد؟ أيضا لتحسين مستوى العناصر الغذائية بها يمكن أن نضيف لها الأسمدة الكيماوية، حيث أن النبات يحتاج إلى ثلاثة عناصر أساسية وبالإمكان توفيرها عن طريق الأسمدة الكيماوية.
أحد الحلول النافعة هو الإدارة المزرعية للأراضي وتحديد نوع المحصول الذي يجب القيام بزراعته ليتوافق مع نوعية هذه التربة مع مراعاة تزويدها لكل ما تحتاجه من العناصر الغذائية. ولكن ماذا عن المياه ونسبة ملوحتها؟ كما هو معروف فإن الدولة تعاني من نقص بالمياه الجوفية العذبة مع قلة الأمطار، مما يستدعي البحث عن مصادر أخرى تضمن حاجتنا الدائمة للمياه. دكتور، تكلمنا عن التربة والصعوبات اللي واجهتنا بخصوص التربة، كلمني عن الماي. مثل المعروف أن الماي ملوحته عالية، هناك الكثير من الحلول في هذا الاتجاه، من أولها أو من ضمن هذه الحلول الدراسات التي يجريها المركز الدولي للزراعة الملحية على الاحتياجات المحاصيل، الاحتياجات المائية للمحاصيل، فيمكنك تحديد الكمية المطلوبة المثلى للإنتاج الأمثل. الحل آخر زراعة الهيدروبونيك، بحيث تستخدم كمية أقل لزراعة مكثفة داخل بيوت محمية وبتقنية إعادة الاستخدام. ولم يقتصر الأمر على ملوحة المياه، بل لا تزال درجات الحرارة المرتفعة ذات تأثير كبير على نمو النبات أيضا. الحل يبدأ من تحسين خصائص التربة الرملية، ومن أهم المواد التي تستعمل لتحسينها هو السماد العضوي. فإذا نظرنا إلى السماد العضوي وفوائده، فهو يعمل على إعادة تدوير المواد العضوية وإعادة استخدامها مرة أخرى إلى الأرض، حتى نحافظ على استمرار خصوبة التربة، مما يسمح للكائنات الحية بالتبادل الطبيعي فيها. توقفت بنا الرحلة هنا في مصنع أبو ظبي للسماد العضوي لنتعرف على مراحل إنتاج هذا النوع من السماد. كنا في السابق نتخلص من المخلفات بطريقة غير صحيحة، الآن نتخلص فيها بطريقة مفيدة للزراعة، للاقتصاد، للمجتمع، للبيئة. عشان هيك اجت الفكرة هذه، حولوها لسماد طبيعي، لكومبوست. أيضا تربة الإمارات